في غرفة صغيرة فوق سطح أحد المنازل عاشت أرملة فقيرة مع طفلها الصغير، حياة كلها تواضع في ظروف صعبة. ولكن هذه الأسرة كان عندها نعمة الرضا، كانت بتشعر بالرضا وبالقناعة التي هي كنز لا يفنى. لكن أكثر ما كان يزعج الأم هو سقوط الأمطار. وفي السنوات الأربع منذ أن ولد ذلك الطفل الصغير كانت المطر عبارة عن زخات بسيطة جدا في غرفة بسيطة ليس لها سقف ولكن لها باب. في يوم من الأيام نزل المطر على المدينة مطرا كبيرا جدا، والأم يعني حاولت تحمل الطفل وتأخذه في حضنها، ولكن الطفل لم يجد إلا الأم المبللة بهذا المطر الكبير. فما كان من الأم إلا أن أخذت الباب أو خلعت الباب من مكانه ووضعته على أحد الجدران بشكل مائل، وأخفت الطفل خلف هذا الباب الذي منع عنه المطر. ولكن الطفل بسعادة بالغة نظر إلى أمه ونظر إلى الباب وقال كلمات عجيبة. قال لها: الحمد لله يا أمي أن لدينا باب، فما بال الفقراء الذين ليس عندهم باب. يرى هذه النعمة نعمة عظيمة، لأنه يجد بابا قد خلع من مكانه ووضع مائلا ليحميه من المطر. الرضا سعادة ما بعدها سعادة، هي تؤدي إلى هدوء البال. التسامح مع الأيتام مشاهدين في كل مكان قيمة تمنح العطاء رونقا خاصا ومعان ملؤها الرحمة والمحبة، وذلك تأكيدا لروح التضامن المجتمعي مع الأيتام وتعزيزا لمبادرات تمكنهم وإسعادهم وتحقيق اندماجهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي. مبادرات عام التسامح تأتي لتحفيز وتشجيع الأطفال الأيتام على العلم والمعرفة وبناء أجيال متسلحة بحبها لوطنها والانتماء إليه والدفاع عن مكتسباته والوقوف خلف قيادتهم سندا وعونا لهم في كافة المحافل. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم للتسامح وطن. في برنامجنا دائما نأخذ معاني وعبر وقيم التسامح في وطن التسامح وفي أرض التسامح. ويسعدنا مشاهدينا في كل مكان وفي فقرة رواد التسامح أن يكون معنا اليوم مؤسسة رائدة في تمكين الأيتام، مؤسسة رائدة في أن تمسح على رأس الأيتام وليس فقط عطفا وحنانا إنما حبا ورعاية بكل جوانب الرعاية. قد أنشئت من أجل الأيتام وقد تؤدي دورها بأروع ما يكون. يسعدنا مشاهدينا أن يكون معنا اليوم الأستاذة إيمان علي حمد، منسق اتصال مؤسسي من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. أهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم. الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج. أستاذة إيمان، في البداية نتحدث عن رسالة مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في عام التسامح وفي شهر التسامح وفي وطن التسامح. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من أرض الشارقة، أرض الخير والعطاء والبسمة والتسامح، نرسل رسالة التسامح في الشهر الفضيل من خلال حشد جهود جميع أفراد المجتمع ومشاركتهم للمؤسسة بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأيتام تنمية لروح العمل الخيري بجميع أوجهه ومساراته، واستدامة أيضا مشاريع إنسانية تخدم اليتيم ونشر ثقافة عمل الخير في ضوء بناء أواصر التعاون وتعزيزها مع الجهات ذات العلاقة. رائع. أستاذة إيمان، في عام التسامح دائما الكل يقدم مبادرات ويعني أمور مبتكرة خاصة بالعمل المنوط به. مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في عام التسامح، ما هي أهم المبادرات عندكم؟ مبادرات عام التسامح حقيقة تنوع المشاريع خلال هذا العام الذي تقدمه المؤسسة، ولكن تعد أبرز هذه المشاريع مشروع علم بالقلم. مشروع علم بالقلم يأتي بإدراك منا أن مجتمعنا بجميع شرائحه يحتاج إلى أفراد منتجين وذو نفع وفايدة يدفعون به نحو مزيد من التقدم. لذا نخصص برامج نوعية تدعم تعليم الأيتام المنضمين للمؤسسة، لذلك فإننا لا نستثمر بهم في التعليم فقط، بل نحن ندعم قيادة ضمن رؤيتنا الاستراتيجية، وهي تذليل كل الصعوبات التي تواجه الأيتام ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم. وعليه استحدثنا مشروع علم بالقلم هو ضمن برامج التمكين الأكاديمي الذي يعنى بحق توفير الدعم التعليمي للأيتام الطلبة
ضمن سلسلة مشاريع وخدمات أكاديمية ومعرفية متنوعة تساهم في حد كبير في حفظ حقهم في الحياة بالتعليم. ويصب المشروع في صالح 1700 يتيم لتحفظ حقهم في الحصول على برامج تعليمية متنوعة من خلال المشروع. وأيضا من المشاريع الثانية اللي هي مشروع رمضاني اسمه زكي الرمضانية، حملة زكي الرمضانية اللي أطلقتها مؤسسة شرق التمكين الاجتماعي تحت اسم زكي، مستهدفة 2481 يتيم منتسبين إلى 1000 أسرة سيستفيدون من برامج الحملة هذا العام. وتتضمن مجموعة من المشاريع الرمضانية لتحشد بها جهود جميع أفراد المجتمع لتقديم الدعم والمساندة لأسر الأيتام، كما سيتم تخصيص جزء من المبالغ المالية المحصلة من المزكين والمساهمين للأيتام ممن يعانون من تدني في الحالة الاقتصادية. جميل. مشروع زكي يعنى في المقام الأول بأداء زكاة المال للفقراء من الأيتام، أليس كذلك؟ أكيد. جميل. نريد أن نعرف آلية التواصل بين مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وبين هؤلاء الأيتام، كيفية التواصل، كيفية إيصال تلك المساعدات، كيفية الرعاية في الجوانب الأخرى غير الجوانب الأكاديمية. نحن في مؤسسة شرطة التمكين الاجتماعي عندنا أقسام مختصة بالتواصل مع الأيتام، عندنا أخصائيات اجتماعيات وأخصائيات نفسيات نتواصل معاهم من جميع الجوانب، نقدم لهم الرعاية التعليمية، الرعاية الأكاديمية والنفسية والتربوية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية. نقوم بعمل عدد من الورش والفعاليات والبرامج اللي يخدم الابن اليتيم ويستفيد منها. جميل. أيضا من الأمور اللي بتهم كتير من المزكين أو المتصدقين أستاذة إيمان أنه يعرف الثمرة، هل وصلت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي خلال هذه السنوات إلى ثمرات ملموسة مع أيتام تخرجوا أو أصبحوا يعني بارزين داخل المجتمع؟ أكيد بالطبع. الحمد لله عندنا عدد من الأيتام تفوقوا في مجالاتهم، تفوقوا في دراستهم، لأن نحن أيضا عندنا بعد تكريم المتفوقين، هذا ضمن مشروع علم بالقلم، نكرم المتفوقين تشجيعا على أنهم يستمرون في التحصيل الدراسي، يستمرون بالتقدم والنجاح لكي يصبحوا فعلا قادة في مجتمعاتهم. رائع. أيضا ما هي الآليات المسموحة للتواصل بين الكافل وبين المكفول، بين اليتيم أو المتطوع، حتى من عنده وقت أو علم أو خبرة أو حتى مهارة معينة يريد إيصالها للأيتام، آلية وصول ذلك إلى الأيتام عندكم في المؤسسة؟ يكون طريق التواصل عن طريقنا نحن المؤسسة، يتم المزكي أو المتبرع أو المتطوع عن طريق المؤسسة، لأن نحن الأسر المنتسبة أن تكون أسر متعففة، فطبيعي أن ما رح نسبب أي إحراج لأي أسرة منتسبة لنا، فيكون طبيعة التواصل عن طريقنا نحن ونحن نتكفل باللازم. جميل. يأتي العيد قريبا ورمضان انتهى نصفه ونأتي إلى إسعاد الأيتام، ونريد أن نعرف آليات إسعاد الأيتام لديكم في المؤسسة. نحن نسعد الأيتام بعدة برامج طبعا وعدة مشاريع وعدة خدمات نقدمهم، بس حاليا نحن عندنا في حملة زكي رمضانية نحن نقدم عدة مشاريع وخدمات، ولكن أبرز يمكن خدمة نحن نقدمها للأيتام اللي فعلا نرسم فيها الفرحة والسعادة على وجوههم، وهي توزيع العيدية عليهم بالتعاون مع جهات داعمة في إطار دعم الترابط الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع. نوفر لهم هالعيدية لأن نحن حابين أن نكون نحن كمؤسسة شرق التمكين الاجتماعي والأبناء الأيتام نحن كأسرة واحدة، نكون في ترابط بيننا وبينهم، في تواصل بيننا وبينهم. جميل. فحابين أن نقدم هالعيدية بالتعاون مع هالجهات الداعمة، وأيضا نقوم بتقديم العديد من الفعاليات والفقرات الشيقة والمسابقات الترفيهية والمسلية والورش المفيدة لأبناء المؤسسة لنرسم هالفرحة والسرور عليهم. جميل. نريد أن تنقلي تلك الفرحة أستاذة إيمان للمشاهدين الآن وتحكي لنا عن مظاهر السعادة في وجوه الأيتام وفي أحوالهم لما تصلهم عيدية أو يصلهم شيء قبل العيد أو ميل رمضاني أو أي مساعدة من المساعدات القيمة في أوقات المواسم، كيف تجدون الفرحة؟ طبعا
طبيعي أي طفل لما يشوف أن في أسرة أو في نحن نعتبر نفسنا أسرة للأيتام وليست مؤسسة أو جهة. نحن مجرد أن نقدم برنامج أو نقدم هالمير الرمضاني أو أن نقدم هالعيدية، طبيعي الفرحة اللي في وجوه الأيتام فرحة لا توصف. أي طفل لما نقدم لأي هدية أو عيدية نشوف الفرحة على وجوههم، فما بالكم أن نحن نقدم لأيتام فرحتهم طبعا ما راح توصف، لأن نحن راح نكون أسرة لهم وهم حاسين أن في أسرة ثانية تكون معاهم. جميل، طبيعي هالشيء كبير يعني. جميل، إلى متى تمتد الرعاية للأيتام في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي؟ الرعاية ممتدة في دعم الأيتام، نحن دائما نتجدد في مشاريعنا، دائما نتجدد فعالياتنا، في حملاتنا، فمستمرين في دعم الأيتام إن شاء الله إلى أن يتخرجون ويعتمدون على أنفسهم. بعد التخرج، إلى أن يصلوا إلى مرحلة التخرج يعني. التخرج من أول ما يفتح اليتيم عينه على هالدنيا نكون نحن معاه وواقفين معاه ومستمرين في دعمه إلى أن يتخرج إن شاء الله ويكون شخص يعتمد على نفسه ويعيل أسرته. جميل، في النهاية رسالة للمشاهدين لدعم هذه الحملة المتميزة، حملة زكي التابعة لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ماذا تقولين للمشاهدين؟ أقول للمشاهدين أن نحن في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ندعوكم أفرادا ومجتمع بتنسيق مع المساهمين والمتبرعين أن ندعم هالمشروع بالمساهمة في تقديم التبرعات، في تقديم زكوات الأموال، في عن طريق شراء الحلويات اللي نحن نقدمها للأيتام، عن طريق العيدية اللي نحن نقدمها للأيتام. فطبيعي نحن حابين أن جميع أفراد المجتمع والجهات والمؤسسات أيضا أنهم يساهمون في دعم هالأيتام من خلال مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي اللي بتقدم كافة سبل الراحة والاكتفاء لهالابن اليتيم. جميل، هل يحضرك رقم الهاتف للتواصل أم نكتفي بزيارة الموقع الإلكتروني؟ تفضلي. في المواقع التواصل الإلكترونية لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وهي التمكين، وأيضا من خلال أرقام التواصل اللي هو 0650446666، وأيضا الرقم الثاني 0927775575. وأكيد نحن بنكون متواجدين لأي سؤال وأي استفسار. أي فرد، أي شخص حاب إنه يدعم ويشارك ويساهم في دعم الأيتام في رسم البسمة والفرحة والسعادة على قلوبهم، نحن أكيد بنكون متواجدين ونستقبلهم بكل رحاب الصدر. نشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيمان علي، بارك الله فيكم ونفع الله بجهودكم الطيبة. مشكورين ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كان هذا اللقاء مع الأستاذة إيمان علي، منسق الاتصال المؤسسي بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. وحقيقة نذكر برقم الهاتف اللي قالته الأستاذة إيمان 0650446666 لمن يحب أن يشارك مع هذه المبادرات المتميزة للأيتام. وسؤال حلقة اليوم مشاهدينا لكم، والجوائز اليوم متميزة، الجوائز اليوم متميزة، والسؤال هو: ما هي الآيات التي يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتيما فآواه الله وأمره بإسعاد اليتيم؟ ما هي الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتيما فآواه الله وأمره بإسعاد اليتيم؟ الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا هو رقم التواصل معنا، تواصلوا معنا من خلال هذا الرقم. واليوم معنا جهاز تابلت ومعنا 500 درهم نقدا، اليوم الجوائز متميزة. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لنأخذ اتصالاتكم مباشرة ونعرف تلك الآيات منكم، فابقوا معنا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ولد يتيما، وكم من العظماء على مدار التاريخ كانوا أيتام. مشاهدينا،
اليوم حلقة متميزة عن الأيتام، بنتكلم فيها عن قيم التسامح والعطاء للأيتام. وسؤالنا اليوم متميز لكم مشاهدينا، وهي اذكر الآيات القرآنية التي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتيما فأواه الله ثم أمره بإسعاد اليتيم. سؤال مرة ثانية مشاهدينا، اذكر الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتيما فأواه الله ثم أمره بإسعاد اليتيم. الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدين على خلال الاتصالات من خلال هذا الرقم، والجوائز بنذكر بها عبارة عن 500 درهم نقدا وجهاز تابلت. اليوم الجوائز متميزة إن شاء الله، الاتصالات متميزة معاكم مشاهدينا في كل مكان. ونبدأ بالاتصال الأول، محمد من العين. السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله تعالى، كيف حالكم؟ مبروك عليكم الشهر الفضيل. آمين يا رب العالمين. كيف الأحوال والأيام تمضي سريعا أستاذ محمد؟ والله الحمد لله، الله يتقبل صيامنا وصيامكم إن شاء الله. يا رب يا رب، رب الله طاعاتنا وطاعاتكم إن شاء آمين الله. يا رب العالمين. كيف الأجواء عندك في العين؟ والله خير على هالبرنامج الطيب. أسعدك الله، ربنا يحفظك أستاذ محمد. مقدمين لهالبرنامج، الله يجزاكم الخير إن شاء الله. فريق العمل كله بيتعب معنا، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. كيف الأجواء في العين عندك أستاذ محمد؟ طمني. والله يعني ما شاء الله تقريبا أسبوع الأجواء كانت ممتازة الحمد لله. حاول الصيام علينا شوية، نعم الأجواء المتميزة. إجابة السؤال هي بسم الله الرحمن الرحيم، فأما اليتيمة فلا تقهر. قبلها بشوية نتحدث عن الآيات اللي بدأ الله سبحانه وتعالى يخبر فيها النبي بأنه كان يتيما. هي سورة الضحى الله يسلمك. نعم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لحد الآية الكريمة يعني اللي يقول فيها الله سبحانه وتعالى وأما اليتيمة فلا تنهر. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. نعم، هذه التي نريدها في البداية إلى أن نصل إلى الآية التي بدأت بها. ألم يجدك. نعم. يتيما فآوى الله سبحانه وتعالى يخبر النبي بأنه. نعم. كان يتيما فآوى الله ورعاه. نعم. سبحانه وتعالى. نشكرك يا محمد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، ونشكرك أيضا عن حفظ الجميل للآية. معنا اتصال من وليد من الشارقة. وليد كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأجواء؟ كيف أحوالكم؟ الأجواء طيبة الحمد لله. الحمد لله دائما يا رب العالمين. الأول أستاذ وليد، تعرف سبب نزول سورة الضحى؟ لا والله. يعني تكريم اليتيم يعني؟ ما ودعك ربك وما قلى، لا حكاية معينة، هل عرفها؟ لا والله ما أعرف. طيب نأخذ إجابة السؤال ونعرف هذه المعلومة بعد الاتصال، تفضل. لام شيطان الجيم، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، أما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نشكرك أستاذ وليد على المشاركة معنا وعلى قراءة الآيات القرآنية من سورة الضحى. وما زال السؤال قائم لكم مشاهدينا، سؤال جانبي، سبب نزول سورة الضحى. وبقول لكم معنا أحمد من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا أحمد، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. كيف الصحة، كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. يا رب دايما. إجابة السؤال أستاذ أحمد. إجابة السؤال سورة الضحى، سبب نزول سورة الضحى. تعرف؟ أيوة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جميل صوتك أستاذ أحمد. ممكن أسألك سؤال من سورة البقرة؟ نعم. حتى تقرأ لي سورة البقرة بأكملها، صوتك جميل ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب العالمين. نشكرك يا أحمد على هذه الإجابة المتميزة وعلى هذا الصوت الرائع، الله يحفظه يا رب العالمين. والسؤال ما زال قائم لكم مشاهدينا في كل مكان، ما هي الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها نبيه بأنه كان يتيما فأواه الله وأمره بإسعاد اليتيم؟ معنا اتصال من سميرة من أبو ظبي. أهلا ومرحبا يا سميرة، كيف الحال؟ الحمد لله. إجابة السؤال هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يجدك يتيما فأواه ووجدك ضالا فهدى
وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أستاذة سميرة، تعرفي يعني السر وراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما؟ كيف يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. هي. لماذا؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار له أن يكون يتيما؟ ما عندي خلفية والله. يعني فكروا معنا سبب ممكن يكون بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. يمكن عشان يعني أبوه ما يكون كافر ولا شيء. يعني أيضا هذا سبب أن أبوه لا يؤثر على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعلمه شيء فيقال أن اللي علمه أبوه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه ويجعل جبريل أيضا يعلمه لأن علمه شديد القوة. نشكرك يا سميرة على المشاركة معنا. ومعنا اتصال من تغريد من العين. أهلا ومرحبا يا تغريد. أهلا فيك، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. تعرفي الأول سبب نزول سورة الضحى؟ والله ما عندي فكرة، بس كنت بدي جاوب على السؤال اللي سألته للأخت اللي قبلي، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا خلقه يتيم؟ تفضلي. جميل. أتوقع علشان يعني عظمة أجر اهتمام باليتيم، يعني سبحان الله كل شيء بيخلقه لحكمة. رائع. عشان هيك. جميل. من أجل القدوة، من أجل الحكمة الربانية في خلق اليتيم. طبعا وعظمة قدر يعني رعاية اليتيم. رائع رائع، نشكرك. إجابة السؤال الحلقة تفضلي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. نشكرك يا تغريد على المشاركة معنا. ومعنا اتصال من هناء من العين. السلام عليكم يا هناء. السلام. كيف الحال؟ وعليكم السلام، الحمد لله. أهلا، الله يعطيكم العافية. آمين يا رب العالمين. إجابة السؤال هي في سورة الضحى قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. أكملي. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نشكرك يا هناء على المشاركة معنا. والسؤال ما زال قائم لكم مشاهدينا. ومعنا اتصال من خليفة من العين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا خليفة، كيف الحال؟ الله حيك. الحمد لله. إجابة السؤال هي أهلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نشكرك يا خليفة على المشاركة معنا وعلى الإجابة. وهنقول لكم مشاهدينا سبب نزول هذه الصورة، أن القرآن انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمان، فبدأ أهل مكة يتكلموا أن ربنا سبحانه وتعالى هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون بأن رب محمد قلاه، أي ترك أي هجر. فنزل القرآن الكريم بعد فترة يقول ما ودعك ربك وما قلاه. نعود للاتصال. ميسرة من الفجيرة، أهلا ومرحبا يا ميسرة، كيف الحال؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. الحمد لله. إجابة السؤال هي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائدا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. جميل. متى توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى لما كانت أمه حامل فيه. جميل. أي لم يرى ابنه ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوم واحد. نشكرك. نعم. وهذا أصعب أنواع اليتم. معانا آخر اتصال في حلقتنا اليوم، عائشة من رأس الخيمة، أهلا ومرحبا يا عائشة، كيف الحال؟ أستاذة عائشة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية وأنتم يا رب العالمين. إجابة السؤال هي بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أشكرك يا عائشة على المشاركة وعلى الإجابة. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود لنكمل بعده هذا اللقاء، فابقوا معنا. We'll be right back.
عدنا إليكم مشاهدينا في الفصل الأخير نعرف من فاز معنا بالجوائز، من سعداء الحظ اليوم، من فاز معنا ب500 درهم نقدا. خليفة محمود من العين، ألف مبروك يا خليفة، الجائزة 500 درهم نقدا، مبروك خليفة. من فاز معنا بجهاز تابلت، هنعرف من مشاركتكم. أحمد غسان علي من الفجيرة، أحمد غسان ألف مبروك الجائزة، وهي عبارة عن جهاز تابلت. مشاهدينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن. مع هذا الدعاء نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر أبنائنا بنا. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني